نزعت ممارسات الجنرال إبراهيم عبود بحق السودانيين الثقة الممنوحة له من النخبة السياسية التي سلمته زمام الأمور بيديها واستسلمت لانقلابه الأبيض وظنته المخرج الأخير لوقف الفوضى في البلاد بعد عامين من استقلالها عن الحكم الثنائي البريطاني المصري. كانت لحظة استشهاد القرشي بمثابة ساعة الصفر لاشتعال ثورة أكتوبر الشعبية، بيد أنها لم تكن أولى لحظات الغضب تجاه نظام الجنرال عبود الذي مارس خلال 6 سنوات من حكمه انتهاكات كبرى كانت كفيلة بإشعال موجة الغضب في وجهه من كافة التيارات والطوائف السودانية، أيا كان موقعهم في جغرافيا البلاد أو انتمائهم السياسي. فهل كتب عبود مصيره بيديه أم كانت الظروف أقوى من الجميع؟